أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين البينة والقرينة والإرهاصة؟ البينة الشهود، البينة هي الشهود، هي البينة، والقرينة ما هي بشهود، علامة فقط. البينة القرينة العلامة، العلامة فقط. نعم. يقول أحسن الله إليكم في تتمة سؤاله: والإرهاصة؟ الإرهاصة هذه بالنسبة للأنبياء، هذا ما يقع للأنبياء قبل بعثتهم، ما يقع للنبي قبل بعثته من الأمور الخارقة للعادة، خارقة للعادة، هذه تسمى إرهاص، مثل حادث الفيل، هذا إرهاص لبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه ولد في عام الفيل، فهي أمور خارقة للعادة تسبق بعثة النبي، هذه تسمى إرهاصات. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وهل هي في القوة سواء؟ نعم. يقول: وهل هي في القوة سواء؟ وش هي؟ البينة والقرينة والإرهاصة. لا، ما هي سواء، البينة أقوى، القرينة إنما هي علامة ولا يحكم بها، ما يحكم بها، لكن يستأنس بها فقط. نعم.